أسعد الله مساءكم مستمعي إذاعة من مدينة اف ام، وسلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. أنتم على أثير إذاعة مدينة اف ام وبرنامج قضايا المجتمع المكنسي. حلقة اليوم وتتعلق بالقانون رقم 1782، والذي يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6638 بتاريخ 23 ربيع الآخر 1439 الموافق ل 11 يناير 2018. أكيد على أننا من كنسمعوا الجبايات أو الضرائب المستحقة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، هذا كيحلنا على موضوع الرسوم المحلية وعلى كذلك طرق الاحتساب ديالها وطرق الاستخلاص ديالها، هو موضوع حلقة اليوم، إضافة إلى ما يتعلق بشرح هذا الظهير أو هذا القانون الذي صدر في حقه ظهير تحت ظهير شريف تحت رقم 111-17-1 صادر في 17 من ربيع الآخر 1439 بتاريخ 5 يناير 2018، بتنفيذ القانون رقم 1782 والمتعلق كما قلنا بإلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. غادي نحاولوا اليوم نقتربوا من الوعاء الضريبي الخاص بالجماعات، غادي نتعرفوا على الألوان أنواع الضرائب اللي هي جماعية، غنتعرفوا كذلك على طرق الاحتساب ديالها وطرق الاستخلاص ديالها والمخول لهم باحتسابها والمخول لهم باستخلاصها، إضافة إلى هذا الإعفاء أشنو كيعني، شكون المستفيد منه، المدة ديال الاستفادة من هذا الإعفاء، وكذلك المدة التي يتم الاستفادة فيها من هذا الإعفاء. كل ذلك في هذه الحلقة مع ضيوفنا الأستاذ رشيد الفطواكي رئيس مصلحة المداخيل بالخزينة الإقليمية بمكناس، أستاذ بوشعيب سعد رئيس قسم الموارد المالية بجماعة مكناس، وأستاذ محمد الميلودي نائب ثالث رئيس الجماعة المكلف بالموارد المالية. المستمعين اللي بغيوا يتواصلوا معنا، اللي بغيوا يتعرفوا على أي موضوع أو أي أمر كيتعلق بهذا الموضوع هذا وهو الجبايات المحلية وهذه الإعفاءات، ما عليه إلي يركب رقم 05-35-40-11-12. أعيد 05-35-40-11-12. شكير تازي في استقبال المكالمات. نمشيو مباشرة للمحور الأول واللي غادي نتعرفوا من خلاله على الرسوم المحلية، وغادي نمشيو عند سي سعد اللي هو رئيس قسم الموارد المالية بجامعة مكناس. سي سعد مرحبا بك. شكرا سي لطيفي، أولا شكرا على الاستضافة، وكنشكر إذاعة مدينة اف ام اللي عطاتنا هذه الفرصة هذه باش نتواصلوا مع جميع المواطنين بصفة عامة ومع ساكنة مكناس بصفة خاصة، وذلك لشرح بعض المقتضيات وبعض النصوص وبعض المفردات وبعض سميتو باش تكون يعني تكون المسائل واضحه بالنسبه لجميع الملزمين يعني بسميتو بصفه خاصه وبالنسبه للمواطنين بصفه عامه. اذا نعم بالنسبه للرسوم المحليه، اذا بصفه عامه قبل التطرق للرسوم المحليه فلا بد من التذكير بهيكله الميزانيه الجماعيه. نعم، لان كنعرفوا الميزانيه الجماعيه بشقيها الأول والثاني يعني فيما يخص الجزء الخاص بالتسيير أو بالتجهيز، فهناك مداخيل ومصاريف. طبيعة الحال مصاريف بالنسبة للجزء الأول اللي هو ديال التسيير خاصة بالتسيير ديال 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 الإدارة ديال واحد مجموعة ديال الصيانة إلى آخره واحد مجموعة، بينما الجزء الخاص بالجزء الثاني اللي هو خاص بالتجهيز فيما يخص المصاريف متعلقه بالتجهيز بتجهيز الطرقات بواحد المجموعه ديال المصاريف. اذا الا قلنا كاين هناك مصاريف فلا بد من مداخيل. نعم، والمداخيل بالنسبه للجزء الاول ديال الميزانيه ديال التسيير فهناك ثلاثه انواع ديال المداخيل. هناك الرسوم
الرسوم المحولة، أقصد بالرسوم المحولة هي تلك الرسوم التي يتم تدبيرها من طرف إدارة الضرائب لفائدة الجماعة. نعم، لفائدة الجماعة بصفة عامة. فهناك باش نخلي الفرصة للسي رشيد باش يتكلم يعني بسميته بصفة مفصلة على هذه الفصول. إذن فغير باش نذكر بأن هناك رسوم محولة، رسوم محولة اللي كتمثل تقريبا بالنسبة للميزانية ديال الجماعة بالنسبة لسنة 2017 فمثلت تقريبا 26% من المداخل. نعم. بينما هناك الضريبة على القيمة المضافة اللي تقريبا ما بين 40 و 41% من مجموع المداخل، وهناك في مجموع الرسوم الأخرى اللي تقريبا 34% من مجموع المداخل ديال الميزانية. إذن بالنسبة للرسوم الأخرى فأقصد بها هناك بعض الرسوم اللي هي عندها طابع جبائي. نعم. عندها طابع جبائي طبيعة الحال، وهناك رسوم اللي هي مقابل خدمات اللي كتأديها الجماعة اللي غادي نتكلم عليها فيما بعد بصفة مفصلة وحنا راه الإشارة ديال جميع المستمعين يعني حتى ولو إلى كاين شي تساؤل فيما يخص يعني الطريقة ديال الاستخلاص أو بعض المشاكل أو بعض الغموض اللي كيحصل في فهم ديال بعض المشاكل، فحنا مستعدين باش نشرحوا هذه المفاهيم هذه والطرق ديال التحصيل وديال الإحصاء إلى آخره. نعم. نعم. يعني هذه بصفة عامة كيف قلت لكم بأن بالنسبة لمجموع المداخل فهناك ثلاثة ديال الأنواع اللي غادي نتكلموا عليها من بعد. شكرا سينا ديالي. نعم، كانت معنا مكالمة مع الأسف انقطعت. السي محمد بن بوفكران اللي كنتمناو أنه يعاود يجدد الاتصال بنا. في ظل هذه الرسوم المحلية كاين هناك وعاء ضريبي اللي كيهم هذا الخصوص هذا اللي يمكن تفصلنا فيه سي الفطواكي. السلام عليكم. بدوري نشكر طاقم الإذاعة راديو مدينة اف ام على هذه الاستضافة الجليلة، ونتمنى نقضيو هذه الساعات ونتمكنوا من نفيدوا بها السادة المستمعين وما نكونوش ضيوف ثقال على المسامع ديالهم. نعم. الرجوع الى يعني السؤال ديالكم كتكمله لما قاله الاستاذ سعد، يعني كاينين ثلاث انواع ديال المداخل ديال الجماعه، هي مداخل محوله اللي يعني وكاين المداخل اللي مسيره، هي مداخل جماعيه ولكن مسيره من طرف الدوله، وهناك مداخل ذاتيه يعني خاصه بالجماعه. بالنسبه للمداخل مثلا ناخذ المداخل المحوله المسيره من طرف الدولة، فهناك ثلاث أصناف تاع المداخل اللي هما هاد الأصناف كانوا قبل القانون 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية اللي خرج حيز التنفيذ في يعني التطبيق في يعني في يناير 2008، كانوا ما كانوش يتسموا رسوم وإنما كانوا خاضعين لقوانين قانون الضريبة ديال بحال الضرائب ديال الدولة. نعم. انطلاقا من 47 قانون 47/06 ولاو رسوم محلية خاضعة للقانون 47/06 الخاصة بالجماعات المحلية. إذن هاد كاينين ثلاث أصناف، الصنف الأول هو الرسم المهني، الصنف الثاني هو الضريبة على السكن، والصنف الثالث هو الرسم على الخدمات الجماعية اللي كان كيتسمى الضريبة على النظافة. اما بالرسم السكن كان كيتسمى الضريبه الحضاريه، والرسم المهني كان كيتسمى كما كنقولوا الباتونتا او لا باتونت. نعم. نعم تفضل. يعني وهذه الضرائب المسيره من طرف الدوله يعني راه تشكل واحد النسبه مهمه من الخدمات من يعني من المداخل اللي خاصه بالجماعات بالجماعات. نعم. وتت يعني تتساهم في يعني الميزانيه ديال الجماعه. الى بغيتوا ندخلوا من بعد بالتفصيل كيفاش تتحتسب كل رسم حنا راه الاشاره. نعم، بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على الرسوم الجماعيه ولا الرسوم المحليه وعلى الوعاء الضريبي الخاص بها، هاد الرسوم اللي كما فصلتوها هي الرسم المهني والضريبه على السكن و نعم الضريبه والرسوم ديال الخدمات.
هنا اللي بغينا نتعرفوا عليها أستاذ سعد هو كيفية تحديد هذه الرسوم، لأن كتختلف من ربما من منطقة لمنطقة، كتختلف من مهنة لمهنة، ربما كتختلف من سكن لسكن بالنسبة للضريبة على السكن. إذن هذه الرسوم كيفاش الاحتساب ديالها، كيف يتم احتسابها؟ أنا كيف قلت في البداية بأن نخلي الكلمة السي رشيد باش يتكلم على هذه المجموعة ديال الرسوم بحكم يعني الاشتغال ديالو. نعم. أنا نعطي ممكن، ولكن كان أفضل بأنه بينما غادي نتطرق للمجموعة الرسوم الأخرى. نعم. اللي كتدبرها الجماعة وكتستفد منها يعني بإيجاز. لا غير إذن غير بصفة عامة. نعم بالنسبة خصوصا بالنسبة للضريبة على السكن اللي بغينا، لأن كتختلف من منطقة لمنطقة ومن حي لحي. من طبيعة الحال. نعم. طبيعة الحال لأن أساس كتحتسب. من طبيعة الحال لأن كيف كنشوفوا مثلا بحال بالنسبة للرسم المهني، فهناك يعني العامل الأساسي اللي هو سميته هو يعني القيمة الإيجارية. القيمة الإيجارية. نعم. ديال سميتو كاين طبيعة الحال واحد المجموعة ديال المعايير. نعم. لتحديد هاد القيمة الإيجارية اللي على أساسها كتحدد هذا الرسم هذا. كاين هناك واحد يعني مجموعة ديال سميتو على حسب النوع ديال النشاط ديال المهني. ديال المهني. نعم. ومن طبيعة الحال كاين هناك يعني التعريفات اللي هي محددة بالقانون في سميتو في واحد اللائحة اللي هي مرفوقه بالقانون ديال 4706 اللي بغى يطلع عليها. اذا اللي بغى يطلع عليها يمكن ممكن يجي عندنا مرحبا باي شخص يعني. نعم. حتى هذا الشيء اللي بغيت نقول بان حتى هذا الشيء اللي غادي نقدموا اولادي فهو غير كافي وكيطلب يعني واحد الوقت كبير، ولكن فالابواب ديالنا مفتوحه في الجامعه ولا في الخزينه ديال الاقليميه باش اي شخص إلا بغى يطلع أو لا بغى شي وثيقة أو لا بغى شي تفسير فإحنا مرحبا به في أي وقت. نعم. وممكن يدخل يعني حتى للوسيت يعني الانترنت. هذا هو اللي بغينا سير فطوكي، اللي بغى يطلع على هاد الرسوم كيفاش فين يمشي، شنو واش كاين شي سيت فين يمكن له يطلع عليهم على طريقة الاحتساب ديالهم أو لا. يعني أول هادو نصوص قانونية، يعني اول مرجع هو المرجع القانوني، وكاين واحد المجموعه ديال المراجع القانونيه اللي يمكننا نسردها. مثلا كاين القانون 4706 المتعلق بجبايه المحليه الجامعات المحليه ديال 30 نوفمبر 2007 واللي تم التطبيق ديالو في يناير 2008. هذاك القانون يعني راه تيحدد بكيفيه مبسطه وبكيفيه دقيقه كيفيه احتساب هاد الرسوم وكيفيه حتى مثلا الاعفاءات او التخفيضات وشكون هما الملزمين وشكون المستفيدين. وشكون المستفيدين؟ يعني رجوعا الى السؤال ديالكم، طبيعه الحال هذا الهم ديال الاغلبيه ديال الناس اللي عندهم الساكنه سواء في مكناس او في جميع بقاع المغرب. مثلا الرسم، ناخذ الرسم على السكن، هذا الرسم على السكن يتم تطبيقه يعني سنويا. نعم. يعني تتحسب على القيمة الكرائية السنوية. نعم. هو القيمة الكرائية السنوية على المباني اللي كتكون يعني فيها السكنة جزئيا او كليا. نعم. يعني هادو من الناس اللي تكونوا خاضعين لهاد الضريبة، وهاد القيمة الكرائية يتم يعني يتم مراجعتها كلها 5 سنوات، تتزاد واحد نسبة مئوية. قبل ما نوصلوا معاك غادي نمشيو عند سي احمد من مكناس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا سي احمد، مرحبا بك، تفضل. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. في البدء تنشكركم الاستاذ محمد نظيف على البرنامج هذا، وتنشكر الضيوف ديالك الكرام على تنوير الاراء ديال المستمع. نعم سيدي تفضل. نعم الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحه. انا عندي واحد التساؤلات فيما يخص هذا الجانب. نعم. على طريقه استخلاص الضرائب. نعم. طريقه استخلاص الضرائب من المهنيين. نعم. نعم انا تنعمل نيت يعني تريتور. نعم. تريتور، وجاتني ضريبه النيت على يعني، وكنت كاري واحد المحل وكريت واحد المده قصيره وما بقيتش فيه. نعم. يعني وما جاتنيش الضريبه يعني 3 سنين، عاد جاتني الضريبه ودي واحد القدر اللي هو ما يعني بزاف عليا. نعم. فوق داكشي اللي متوقع، وبغيت نعرف المسؤولين كيفاش يسخصوا الضرائب، كيفاش شنو هي المعايير اللي تيديروها باش يخرجوا الضرائب. جاتني ضريبه عشوائيه. لا باش نوضحوا، واش هذه ضريبه على الدخل؟ لان حنا ضريبه على
ضريبة على الدخل. نعم لا لان احنا 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 الان كنهضروا على الضرائب والرسوم المحليه اللي هي لاباتونت الرسم المهني والضريبه. نعم. على السكن والضريبه على الخدمات. هذه الضريبه. نعم. على الدخل ان شاء الله غادي نعاودوا نخصوا حلقه اخرى ان شاء الله واللي غادي نناقشوا فيها هذا الموضوع وغادي نطرحوا السؤال ديالك وغادي يمكن نتواصلوا معك ان شاء الله. الان احنا مع الضيوف اللي معنا غادي نحاولوا نقتربوا ولا كان شي امكانيه ديال الجواب راه غادي يجاوبوا، ما كان شي غادي ان شاء الله نحيدوها على الحلقه المقبله ان شاء الله اللي غنخصوها الضرائب الاخرى. شكرا سي احمد بارك الله فيك. تبارك الله عليك. طبيعة الحال مستمعينا كنا كنتكلموا على تحديد الضريبه على السكن. نعم تفضل سي الفتوكي. نعم يعني نسترسلو في كيفيه احتساب الضريبه على السكن. كما نعم. قلنا ضريبة على السكن يتم مراجعة هذه السومة الكرائية كل 5 سنوات بزائد 2%. نعم. وهذه السومة الكرائية كيف التحديد ديالها؟ إما يتم تحديدها عن طريق المقارنة، يعني الناس اللي كاينين في هذوك الحومة، يعني حومة مثلا اللي في المدينة ماشي هي الحومة اللي كاينة خارج المدينة. نعم. كلها وعندها السومة الكرائية ديالها، أو عن طريق مثلا اللجنة ديال الإحصاء اللي تتم التكوين ديالها طبقا للمادة 32 من القانون 4706 الجمايات، اللي هي تتقوم بواحد يعني تتقوم بواحد تحديد القيمة لمويان ديال هاد السومة متوسط المتوسط المعدل. نعم. تمام المعدل ديال هاد السومة الكرائية. وبطبيعة الحال هاد الضريبة على السكن هي تتعلق إما بالسكن الرئيسي أو بالسكن الثانوي. نعم. غير الفرق اللي بيناتهم أنه السكن الرئيسي تتم الاستفادة واحد التخفيض ديال 75%. هذاك الشيء علاش راه الضريبه على السكن الرئيسي تتجي قليله مقارنه مع اللي عنده واحد السكن اخر ثانوي. نعم. وهذا 75% تتندرج في واحد الاطار ديال لي كلاس. 75% ديال لي كلاس. اللي بغيت ناكد عليه هو انه حتى يعني لا يعني المنتوج ديال هذه الضريبه تتقسم ما بين ما بين الميزانيه. نعم. وما بين الميزانيه العامه، لان الميزانيه العامه كما كان الحال تكون مصاريف تتمشي لها 10%. يعني اذا هذا الاحتساب ديال الضريبه على السكن تتم وفق معايير معينه اللي حسب اللي فهمت، وانه يعني كل منطقه وعندها على حسب السومه الكرائيه الرائجه في ديك المنطقه. هذا في الحاله الا كانت سومه كرائيه راه الضريبه كتحتسب على السومه الكرائيه، والا ما كانت والا كان الانسان مثلا سكن ديالو كيملكو كتحتسب على حسب القيمه ديال السومه الكرائيه في ديك المنطقه اللي هو متواجد فيها. يعني الملك ديالو هو خصو يكون مالك لهذيك. نعم. العقد هذاك البنايه، غير هو الا كان ملك ثانوي كاين واحد طريقه الاحتساب ما تيكونش تخفيض. نعم. الا كان ملك رئيسي راه كتكون 75% كتخفيض، وكان عاوتاني ملي كنحسبوا هذيك 75% تنحيدوها من السومه الكرائيه، هذاك الباقي هو اللي تنطبقوا عليه يعني الضريبه. وهي بالنسبه ملي كنحيدوا 75% كاينين يعني واحد دي ترونش. آه. كاين من 0 ل 5000 مثلا تيكون معفى، من 5000 درهم ل 20000 درهم تنطبقوا عليه 10%. نعم. من 20000 درهم واحد ل 40000 درهم 2%، 40000 درهم واحد و بلس. نعم. تنطبقوا عليه 30%. نعم. اذا هذه هي طريقه ديال احتساب الضريبه على السكن، واللي خصنا نعرفوا هو انه الضريبه على السكن الرئيسي اللي عنده مثلا سكنه اخرى فكيخلص 100%، واللي عنده سكن رئيسي ديالو كيخلص فقط 25% 15%. نعم 25%. اذا هذه مساله بالنسبه لاحتساب الضرائب. بغينا نعرفوا قبل ما نوصلوا لهذه الاعفاءات شنو هي طرق الاستخلاص اللي متوفره. نعم طرق الاستخلاص. نعم الا تفضلتوا. نعم. بالنسبه لطرق الاستخلاص كاينين. نعم تفضل. كاينين طريقين للاستخلاص. كاينين الرسوم موضوع اوامر المداخل يتحمل بها المحاسب يعني اللي متخصص في التحصيل. نعم. اما الرسوم التي يتم مثلا التصريح بها لدى شي سعي المداخل فهي تتخلص تؤدى عفوا تؤدى عند يعني الجماعه المعنيه بالامر. نعم. واش كتؤدى في الخزينه ولا في الضريبه ولا فين؟ هي هاد الرسوم كاينين. نعم. الرسوم مثلا الرسوم لحقاش في الاول في المقدمه نتاعنا قلنا بانه الرسوم 3 انواع. مثلا الرسوم الذاتيه الرسوم المحليه
100% هذيك تتؤدى إلا كان في المدينة ما تتؤدى عند الخزينة الإقليمية، أو إلا كان مثلا في عند بعض القبضات اللي كيكون عندهم تسير ضرائب الدولة وتسير ضرائب الجامعات ممكن تؤديو عندها. مثلا هنا في مكناس الرسوم الخاصة بالجامعات المحلية بالجامعة يعني تؤدى بخزينة إقليمية. نعم. أما الرسوم المحولة الرسوم المسيرة عن طريق الدولة فهي تؤدى لدى القبضات اللي كاينين في برج مولاي عمر في البطحة وفي قبضة الرياض. نعم هذه نعم تفضل سي سعد كاين شي إضافة؟ شكرا. كاين غير بعد التوضيح، لأن كيف سبقنا وقلنا بأن الرسوم المحولة يتم التدبير ديالها والاستخلاص ديالها من طرف كبير، من طرف إدارة الضرائب يعني الإحصاء ديالها، والاستخلاص من طرف الخزينة الإقليمية. بينما بغيت نوضح أن بالنسبة للرسوم الأخرى اللي هي كتكون من واحد مجموعة ديال الرسوم اللي عندها طابع جبائي، وغادي نفسر شنو هو الفرق ما بين الرسوم اللي عندها طابع جبائي محض والرسوم اللي هي مقابل خدمات، يعني مقابل واحد الخدمات اللي كتأديها الجماعة. ولكن في نفس الوقت فيما يخص للرسوم يعني اللي عندها طابع جبائي ولا اللي عندها طابع مقابل خدمات، فهي كتصب في واحد الميزانية ديال 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 الجامعه اللي بطبيعه الحال كتصرف بها يعني كتمول بها واحد المجموعه ديال الاشغال وديال كتسير بها يعني المدينه بصفه عامه. ولكن دونك كيف باش نزيد نوضح، كان القانون 3089 اللي هو كان كيشمل مجموع الرسوم لا اللي عندها طابع جبائي ولا اللي عندها طابع يعني مقابل خدمات، وجاء القانون ديال 4706 اللي بدا التنفيذ ديالو في يناير 2008 اللي كيضمن يلا الرسوم اللي عندها طابع جبائي واللي هي في المجموع ديالها يعني 17 ديال الرسم بما فيها الرسوم اللي كتعود الفائده ديالها لا بالنسبه للجهات ولا بالنسبه للاقاليم. نعم. كتبقى يعني بالنسبه للجهات كاين ثلاثه ديال الرسوم، وبالنسبه للاقاليم والعمالات كاين ثلاثه ديال الرسوم، كتبقى 11 ديال الرسم اللي هو كتستفد منه يعني الجماعات المحليه بصفه عامه، باش ما نقولوا شيء بان جماعات قرويه او حضريه، لان حتى الميثاق الجديد ما بقاش يتفرق ما بين هذه الجماعات ولا الجماعات الترابيه. هذا المشكل هذا غادي نعاود ندير واحد الملاحظه من بعد. اذا كاين كيف قلت لكم بان كاين القانون 4706 اللي كيضمن هذه المجموعه ديال الرسوم اللي عندها طابع جبائي، وجا القانون ديال 3907 اللي هو كيقضي بمواصلة يعني القانون 3089 فيما يخص الرسوم والأتوات والمنتوج يعني سميتو اللي هما عندها مقابل خدمات كتأديها الجماعة. إذن بالنسبة للرسوم لأن طابع جبائي كاين على سبيل كاين هناك الرسم المهني تكلم عليه السي رشيد، رسم السكان، رسم الخدمات، الرسم على الأراضي الحضرية غير مبنية، الرسم على عملية البناء، الرسم على عملية تجديد الأراضي، الرسم على محل بيع المشروبات، الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة بالنسبة يعني الجماعات اللي كتوفر على مصادر المنابع المائية، كاين الرسم على النقل العمومي للمسافرين، الرسم على استخراج المواد المقالية. بطبيعة الحال دائما كتبقى يعني كل جماعة حسب الجماعة شنو كتوفر فيها. بالنسبة للعمالة والأقاليم هناك الرسم على رخص السياقة، الرسم على السيارات الخادعة للفحص التقني، الرسم على بيع الحصيلات الغابوية. بالنسبة للجهات كاين هناك الرسوم اللي متعلقة برخص الصيد، الرسم لاستغلال المناجم، الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. هذا بالنسبة للقانون 4706 كيتضمن هذا المجموع ديال. بالنسبة للقانون 3907 اللي هو كيقضي بمواصلة أحكام القانون 3089، فهو كيتضمن واحد المجموعة ديال سميتو ديال الحقوق وديال الاتوات والمساهمات اللي عندها طابع لا تكتسي طابع جبائي. نعم. يعني بحال على سبيل المثال كاين الرسوم مفروضه على الذبح في المجازر مثلا، فهناك يعني واحد الخدمه كتاديها الجماعه والمقابل كيتأدى واحد الرسم. نعم. كالرسم الرسوم مقبوله هذه وقيله مباشره. مباشرة بطبيعة الحال. نعم. كتدبرها الجماعة وكتستفد منها الميزانية ديال الجماعة. إذا هذا الرسوم اللي سبق لي وذكرتها لا اللي عندها طابع جبائي أو لا اللي هي مقابل خدمات، فهي كتدبر مباشرة
بغض النظر على دوك الرسوم الثلاثة اللي كانت تكلم عليهم السي رشيد اللي هو رسم السكن والخدمات والرسم المهني، يعني بغض النظر على ثلاثة الرسوم فمجموع الرسوم الأخرى فهي كتدبر من طرف الجماعة، لا من ناحية الإحصاء ديالها أو لا من ناحية التصفية ديالها أو من ناحية حتى يعني إعداد الأمر بالاستخلاص ديالها، فكتدبر من طرف الجماعة والاستخلاص ديالها كيتم من طبيعة الحال من طرف شي سيع المداخيل في 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 حدود يعني ما هو يعني ما مسموح له به في اطار القرار اللي كيجي من وزير الداخليه. نعم كتبقى هذه. اذا هذه المجموعه ديال علاش حاولت باش ندير هذه التفريقه هذه، لانه غادي نجيو من بعد غادي نشوفوا بان حتى القانون اللي هو 82/17 راه غادي يتكلم على هذه المجموعه يعني ديال الرسوم المحليه فيما يخص الجهات الى اخره. نعم اذا انا تعمدت باش، ولكن كيف قلت لكم بان الوقت يعني ما تسمح شيء باش غادي نطرقوا باش نفصلوا يعني كل رسم لا بالناحيه سميتو غير يجب الاشاره في هذا الصدد بان القانون 47/06 بكل صراحه جاب واحد المجموعه ديال ذات بانه اولا بسط المساطر لا ديال الوعاء او لا ديال التحصيل بسطها، وكاين واحد الهندسه يعني بالنسبه لجميع الرسوم الى لاحظت الى سبق لكم يعني طالعتوا على هذا بان غادي تلقاو بان واحد كاينه واحد الهندسه وباينه واضحه، يعني كتمشي لواحد الرسم كتلقى مثلا مجال التطبيق كتلقى يعني كيفيه تثبيته، اذا بواحد الهندسه موحده وواضحه وشامله لا فيما يخص يعني الاحصاء ديالها او لا فيما يخص يعني حتى دوك الجزاءات والغرامات، داكشي واضح وما فيه لا غموض او لا من طبيعه الحال كاي اصلاح جبائي، ففي اثناء التطبيق ديالو لابد ما كتبينوا كتبين بعد اكيد بعد التعثرات وبعد المشاكل، لان هذا هو اللي علاش كيجي دائما بعد اصلاح كيجي اصلاح اخر باش يدارك هذيك المجموعه ديال الملاحظات وديال المشاكل اللي كتبان اثناء التطبيق واثناء الممارسه ديال الاخوان اللي هما معنيين بهذا الرسوم وبهذا. نعم معنا مكالمة. الو السلام عليكم. مع الاسف انقطعت، نتمنوا انه يعاود يجدد الاتصال بين المستمع او المستمعه اللي كانت على الخط. سي الميلودي، انتم كمكتب الجماعه او مجلس الجماعه ملي كتبغيو تحتسبوا الميزانيه مثلا او تقدروا الميزانيه المستقبليه ديال السنه مثلا المقبله، فما كيكونش عندكم بطبيعه الحال هاد القيمه الاصليه ديال المداخيل ولا كذا، واش كتعتمدوا يعني كما كان علاش كتعتمدوا في تحديد الميزانيه ديال الجماعه؟ شكرا سي نظيفي، وبدايه كنحيوك على النقاش ديال هاد الاشكالات اللي كتكون دائما كتهم المواطنين بصفه عامه وكتهم تقريبا كل السكان ديال المغرب. بالنسبه لنا كاين مجموعه من القواعد اللي كتحتسب على اساسها الميزانيه. نعم. اهم قاعده بالنسبه لنا هو 33 شهر. نعم. يعني كناخذوا الميزانيه ديال هذا العام. نعم. وكنزيدوا على اخر سنه 2017 المداخيل ديال 2017 مثلا اللي فيها 12 شهر، وكنرجعوا عاوتاني نزيدوا عليها حتى كنديروا 33 شهر. نعم. المتوسط ديال هذاك 33 شهر هو اللي كنديروه في الميزانيه مثلا ديال 2018 غنديروا هذاك ديال الموارد. الموارد. نعم. هذه قاعده عامه، ولكن كنعرفوا من خلال الاجتهاد اليومي ديالنا كيبان لنا بان بعض الامور ماشي بالضروره غتكون راهينه لذاك هذا الحساب. نعم. يعني الاوتوماتيكي كيبان لنا مثلا نعطينا نموذج مثلا مشينا لسوق الخضر والفواكه درنا فيه مجموعه من المبادرات اللي كيبان لنا اننا ما غنبقاوش نطلعوا مثلا ديك النسبه ديال التطور ديال 2%، كيبان لنا بمعنى غترتفع الوتيره ديال غترتفع الوتيره ديال المداخل بناء على اجراءات اتخذناها مثلا كنقولوا هذا العام راه هذا يعني هذا غيساهم ب 10% يعني. نعم. كنديروا القاعده وفي نفس الوقت كنزيدوا النتائج ديال الاعمال اللي كنديروها سواء على مستوى القطاعات يعني المحدده او على مستوى بعض الاجراءات اللي كنديروها مثلا يعني في هاد الضرائب اللي هضرنا عليهم سواء في علاقتنا بالاخوان ديال الخزينه سواء علاقتنا بالاخوان ديال الاداره الضريبيه سواء بالمجهود الميداني اللي كنديروا في عمليه الاحصاء اللي كيكون دائما يعني مجهود مستمر على طول السنه، وكيكون فيه اساسا في شهر يناير كتبدا فيه واحد العمليه ديال التحسيس، وربما هذا اللقاء هذا اليوم هو بدايه ديال واحد العمليه مهمه جدا
اللي حنا في الميزانيه اكيد درنا بان عندنا في حدود واحد 10% هذه العمليه ممكن تساهم في الميزانيه ديال الجامعه، وهي استثنائيه يعني ما كناش بانين عليها في الاصل، ولكن نظرا لان قانون الماليه ضمنها جاب هذه الاعفاءات هذه بمعنى انه هو تشجيع للمواطنين، تشجيع المواطنين كانت توقعوا منه من خلال التجربه ديال 2013 على ان المداخيل غترتفع في واحد الحدود معينه في واحد الرسوم معينه. كنقولوا اذا الميزانيه كنبنيوها على هذه القاعده وكنبنيوها على المجهودات اللي كنديروا وكنبنيوها على بحال هذه الامور اللي كتجيبها الدوله واللي كتحاول من خلالها ان تحفز المواطنين على الاداء ديال الواجبات ديالهم. نعم هذا السؤال كان ضروري منه لانه كنتكلموا على الموارد وعلى الجبايات او الرسوم المهلية واللي هي اللي كتدخل كتشكل واحد النسبة كبيرة من الميزانية ديال الجماعات، وبالتالي فكان ضروري هذا السؤال باش نعرفوا كيفاش كيتم الاحتساب وكيفاش كيتم تدبير الميزانية او اعداد الميزانية السنوية. نواصلوا في الحديث ديالنا بعد ما تعرفنا على هذه الانواع ديال الضرائب، ولو ان الوقت لا يسمح للتفصيل فيها لان كل وحدة كتطلب حلقة او جوج. دابا الان بعد ما تعرفنا على هذه الانواع ديال الضرائب بغينا نعرفوا طرق الاستخلاص، الاوامر بالاداء او شكون من كتصدر، واش من رئيس الجماعه او نعم. من الجابي البلدي او من الخزينه العامه او منين من عند من. نعم تفضل. شكرا سي نظيفي، هو هذا السؤال مهم باش نوضحوا فيه، لان كيف قلنا بان كاين بالنسبه للرسوم المحوله كيف تفضل السي رشيد وقال ووضحها بان يعني الاحصاء ديالها كيتم بواسطة من طرف اداره الضرائب. نعم. وكيتم اعداد الاوامر بالاستخلاص من طرف الاداره نفسها، وكيتم الاصدار ديالو بالنسبه لسميتو الخازن الاقليمي من اجل التحصيل. نعم. طبيعه الحال الخازن كي هذيك الساعه كيف على حساب القبضات على حساب هذا. بالنسبة للرسوم المحولة اللي هي ثلاثة معروفة، رسم السكن، رسم المهني، ورسم نعم رسم خدمات. بالنسبة للرسوم الأخرى هناك أنواع، كاين هناك بصفة عامة كاع الرسوم اللي كتستخلص بالنسبة للجماعة، فكيتم الإحصاء ديالها كيف قلت قبيلة من طرف الجماعة، وكيتم الإعداد ديالها أو الإحصاء ديالها من طرف الجماعة والاستخلاص من طرف الجماعة. كتبقى يعني مسؤوليه من بعد ديال الجماعه انها من بعد يعني الى استعصى عليها الامر انها ما استطعتش باش تستخلص واسميتو واحد النوع ديال هذا، كدير واحد الامر بالاستخلاص وكتصدروا للخازن الاقليمي من اجل الاستخلاص. نعم. يعني في حالة الى تبين بان اما هي في الاصل ديالها فهي كتسمى يعني رسوم يعني نقديه بالفرنسيه سيسون دي تاكس اللي هما كيتستخلصوا او كونطون. نعم. اذا قبل ما ندوزوا للعمليه ديال الاستخلاص فلا بد من التذكير. نعم. بان الا سمحتي وي نمشيو نشوفوا الخازن مثلا الاقليمي شنو ملي كيوصلوا هذا الامر بالاستخلاص شنو الاجراءات اللي كيقوم بها. نعم. يعني كاين الا لاحظتوا بانه كاين واحد يعني علاقة تشاركية ما بين الجامعة والخزينة أو القبضة التابعة لها، يعني كيف ما تفضل السي سعد وقال هذوك الأوامر بالتحصيل هذيك الساعة واللي يتم إرسالهم إلى الخزينة الإقليمية بمكناس مثلا، وعلى الخزين أن يقوم بمراقبة مشروعية القبض والإدراج المالي والتحقق من الوثائق المثبتة. هادشي راه كاين في القانون، يعني كاين في القوانين الجاري بها العمل سواء مدونة التحصيل العمومية او القانون يعني المرسوم الملكي ديال المحاسبة العمومية او حتى يعني المرسوم 23 نوفمبر 2017 اللي خاص بنظام المحاسبة العمومية للجماعات مؤسسة التعاون بين الجماعات. ملي تيقوم ب المحاسب المكلف بالتحصيل بمراقبة المشروعية وتتبين له بأنه دوك الأوامر بالتحصيل يعني راهم مشروعهم فيهم حتى شي خطأ أو سهو أو شيء من هذا القبيل، تقوم بالتحمل ديالهم. ديك الساعة تبدأ عملية الاستخلاص اللي فيها مرحلتان، مرحلة التحصيل الحبي ومرحلة التحصيل الجبري. يعني كل مرحله راه عندها واحد المجموعه من الضوابط اللي بالنسبه للتحصيل الحبي. مرحله التحصيل الحبي هذا تيبقى يعني تيبقى على الملزم
انه يجي تلقائيا ويخلص بمجرد ما يتوصل بالاعلان الضريبي. نعم. يجي يخلص الضريبه او الرسم اللي عليه بدون صوائر متابعات وبدون صوائر تخير وبدون داخل متابعات داخل الاجل داخل كاينين الاجالات اللي هما تبداو من تاريخ الاستحقاق كيبدا هذيك الساعه التحصيل الجبري ولكن قبل من تاريخ الاستحقاق هناك المشرع عطى الملزم والمدين المعني بالامر عطاه واحد المجموعه ديال الاجالات اللي ممكن يراجع فيها هذه الضريبه وممكن يجي يخلص يؤدي ما بذمته. يعني كاين الامر بالتحصيل وكاين الامر بالاعلان الضريبي كاين اخر اشعار بدون صوائر هادو ما فيهم حتى شي زيادات ما فيهم حتى شي متابعات. نعم. اللي تثقل هذا الدين الضريبي بالنسبه وفي الحاله اللي كيستعصي هذا التحصيل الحبي ملي تيستعصى التحصيل الحبي يعني تيعطي المشرع كما قلنا تيعطيه شهرين من تاريخ الامر بالتحصيل الى تاريخ الاستحقاق وتزيدوا شهر اخر من بعد تاريخ الاستحقاق على اساس انه يجي يقدم بذمته لدى الصندوق المحصل. الى ما اداش هذيك الساعه تيبدا يعني التحصيل الجبري وهذا التحصيل الجبري تيبدا بالانذار لو كوموندمون ومن بعد تدوز واحد المده 30 يوم الى ما خلصش ممكن تكون متابعات تحصيل جبريه واحده اخرى. نعم بطبيعه الحال من بعد هذه المرحله ملي كتفوت هذه المرحله ديال التحصيل الحبي او التحصيل الجبري كندخلوا في الغرامات في الزيادات في دائرة التأخير كندخلوا في واحد المجموعة ديال الرسوم اللي كتكون إضافية واللي هي اللي كتثقل الكاهل ديال المستحق مثلا. ولكن جاء هذا القانون اللي هو قانون 1782 باش كيلغي هاد الزيادات والغرامات والدائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعملات والأقاليم والجماعات. السياق اللي جاء فيه هذا القانون. نعم يعني هذا القانون 82-17. نعم. المتعلق بهذه الإلغاءات هو جاء في واحد السياق أنه يعني باقي استخلاصه الحجم الباقي استخلاصه يعني ولا ثقيل على ميزانيات الجامعات. نعم. وكان لزمن أنه لقوا حلول كيفية تخفيف من هذا العبء. هذا من بين الحلول اللي لقاها اللي وجدها المشرع هو هذا الإعفاء ديال هذه الإلغاءات هذا على أساس أنه كانوا تجارب سابقة ربما في أواخر التسعينات وكانت تجربة 2013 اللي كانت تجربة ناجحة وهذه التجربة هذه تنظن بأنه خداو من الإيجابيات ديال التجربة السابقة 2013 وعود ثاني هذوك النواقص تم التدارك ديالها على أساس أنه كل هذا الشيء في صالح الملزم أنه يؤدي ما بذمته ما يؤدي إلا أصل الضرائب وهذه الرسوم اللي بديمته الى غايه فاتح يناير 2019 على اساس انه غادي يعني الى بغى مثلا يتعفى من هذه الزيادات والغرامات والدائر وصور التحصيل حتى فهو يتخير يعني يؤدي الاصل الضريبه اللي عليه الى غايه عنده الاجل الى غايه اخر السنه يعني الى غايه فاتح يناير 2019 وهذه يعني هذا القانون هذا 82-17 يعني جاء بعد الموافقه ديال مجلس المستشارين ومجلس النواب وصدر في 2000 كما تفضلتوا 2011 يناير 2018 غير موازاه الى سمحتوا لي موازاه مع هذا القانون هذا كان صدر قبله يعني في قانون الماليه ديال 2018. نعم. الماده 10 حتى هي تتهضر على هذه الالغاءات هادو. نعم. ولكن بالنسبه للضرائب الدوله. نعم. بمعنى راه حتى ضرائب الدوله مشموله وتقريبا راه نفس الشيء اللي غادي نهضروا عليه الجامعات هما اللي تيشملهم ضرائب الدوله مع بعض التباين. نعم. مع بعض التباين ولكن الموضوع ديالنا هو الرسوم الجامعيه نهضروا على الرسوم الجامعيه. نعم بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على هاد الاعفاءات وهاد العديد من المواطنين اللي ربما
الظروف معينه ما استطاعوش باش يديو ما بدماتهم واللي هما ملزمين بالاداء ديالو، ظروف معينه ما ساعدتهمش، وبالتالي ولاو كيخضعوا لهاد الغرامات وهاد الضعائر وغيرها. هذا امر اللي الان المواطنين خصهم يعرفوا على انه تفتح واحد الاجل على امتداد سنه، يعني من طيله سنه 2018 لاداء ما بدمتهم. ولكن كيبقى على ان هذا القانون هذا حدد النوعيه ديال المستفيدين وحدد المده ديال فتح هذا المجال. هذا هي اللي بغينا نتعرفوا عليها، نوعيه المستفيدين. كنت كتكلموا سير الفطبكي وقلتوا على انه كاين تجارب سابقه اللي ادت على انه الدوله حصلت واحد المجموعه ديال الضرائب بناء على تجارب معينه في سنوات 2000 وكذلك في 2013، وعلى هذا الاساس جاء هذا القانون 1782 لاعفاء من هذه الغرامات. هنا بغينا نوضحوا هذا الاعفاء، واش هو اعفاء شامل او كيتعلق بمدد معينه؟ شكون هما المستفيدين؟ شنو هي نعم اذا شكون هما المستفيدين من هذا الاعفاء؟ تفضل. شكرا سي نظيفي. غير قبل ما نتكلموا على المده وعلى المستفيد من هذا الاعفاء والطريقه ديال الاستفاده، فلا بد من توضيح بعض المصطلحات اللي جاء بها القانون، ك الزيادات والضعائر والغرامات، يعني باش يفهموا الاخوان المواطنين بان كاين هناك فرق. طبيعه الحال كاين فرق بين كنا تكلمنا قبل احنا في الاعداد الحلقه على انه كاين يعني ربما مصطلحات اللي هي متقاربه، نعم، ولكن المفاهيم ديالها مختلفه. ملي كنقولوا مثلا الزياده او الغرامه او نعم. الدائره شنو نعم. هي الزياده شنو هي الغرامه شنو هي الدائره؟ نعم. اذا بالنسبه كيف قلت قبيله بان القانون 4706 هذه من المميزات ديالو بانه يعني وحد يعني الطريقه ديال الاستخلاص ديال هاد الرسوم مع الرسوم يعني اللي الضرائب اللي كتستخلص من طرف الدوله، نعم، بما فيها النسب ديال الغرامات وديال الزيادات وديال اذا الفرق ما بين كاين بحال نعطيكم على سبيل المثال بالنسبه للزيادات، هناك الزيادات فيما يخص الفتره ديال الاداء، نعم، بمعنى ان واحد الشخص مثلا اللي ملزوم عليه انه خصو يؤدي واحد الرسم معين، يعني اللي هو رسم لسنوي او نعم تريمستري، ملزم بادائه في مده معينه، نعم، يعني في واحد اذا ملي كتفوت هذيك المده من طبيعه الحال كاين هناك واحد الزيادات اللي كترتب عليه، كاين هناك وهي زيادات قانونيه من طبيعه الحال وبالنسب اللي جا بها القانون 4706 واللي بغيت يطلع عليها راه كاين في القانون 4706 ان واحد الرسم معين سواء ديال استخراج المقالع او لا، كاين هناك واحد ملي كيفوت هذيك المده ديال اللي خصها تبدا فيها، كاين هناك مثلا 15% تنقولوا مثلا كترتب عليه واحد النسبه ديال 15% هذه خارج الاجل، خارج الاجل ملي كيخرج على الاجل كترتب عليه 15%. تماما. اذا هذيك 15% فيها جوج ديال الانواع، فيها واحد 10% اللي هي كدائره 10%، وفيها 5% كزياده بالنسبه مثلا الشهر الاول من التاخير، نعم، وكي من طبيعه الحال في الاشهر يعني اذا الدائره هي 10% وكيبقى الزياده على حساب كل ما تأخر كتزاد عليه الزيادة نسبية، نعم، طبيعة الحال. إذن في الشهر الأول كتزاد عليه 5% والأشهر يعني اللي جاية من بعدها كتزاد عليه واحد 0.5%، نعم، على كل شهر تأخير. إذن هذا بالنسبة للدائر والزيادات. بالنسبة للغرامات فتقريبا كتعلقوا كاين بحال بالنسبة للمخالفة ديال حق الاطلاع، لأن القانون 4706 عطى ما بين المميزات ديالو أن عطى الجماعة أن عند حق الاطلاع في حالة مثلا إذا تبين واحد الملزم صرح يعني بواحد رقم معاملات يعني باش نوضحوا بمعنى أن الغرامة كتكون على حسب التصريح الضرائب او لا الرسوم اللي كتستحق تصريح، مثلا تصريح على سومه كرائيه ولا تصريح على اي حاجه، والتصريح اما جاء خارج الاجل كتكون عليه غرامه، أيه او لا تصريح غير مطابق
كتكون عليه كذلك غرامه. اذا غير باش نوضحوها بعجاله، لا هو هو على حسب القانون، لان حتى بالنسبه للتصريح ديال بعض الرسوم ديال رقم معاملات او هذا، فكتعتبر بانها هناك زياده. القانون تيقول هكا بصريح العباره، ان هناك زياده مثلا ديال 15% ديال، ولكن بالنسبه ملي كنقولوا غرامه، لان حتى المصطلح ديال الغرامه فيه واحد النوع ديال، كاين واحد المخالفه. نعم هناك مخالفه، مخالفه كتستحق التغريم. التغريم فعلا فعلا كتستحق التغريم، بينما الضعيره انك يعني اللي كت بحال هذاك الملزم اللي ما قام شيء لا بتصريح او لا هذا، يعني كتعطيه واحد النسبه انه ما يبقى شيء مره اخرى يتاخر، يعني يتاخر او لا هذا، يعني بحال واحد النوع ديال الدائره مثلا كتكون محدده بقدر معين، قدر مثلا تاخير على خارج سر خارج الاجال عنده 500 درهم مثلا. تماما. او بالنسبه للغرامه، الغرامه الا كان غير مطابق، غير مطابق بمعنى انه كتغرموا على واحد الجرم او واحد الذنب ارتكبوا انه ما عطاش تصريح اصلي او تبين على انه غير مطابق. نعم سي فطواكي. نعم الى سمحتي، بالنسبه لهذيك 500 درهم ذكرتني بانه بفعل هذوك الزيادات لا يجب ان تقل قيمتها على 500 درهم. نعم. والنسبة المئوية 15% ممكن تمشي حتى 100% على حسب النية. نعم. أو سوء النية، هذا كيبقى التقدير ديال الناس المختصين في الوعاء. نعم. غير هاد الزيادات والغرامة، يعني الزيادات والغرامات تتعلق بالوعاء، وهناك زيادات تتعلق بالخزينة ومصاري ومصاريف التحصيل. نعم. يعني مصاريف المتابعة والتحصيل. غير إلى سمحتوا رجوعا إلى يعني السؤال ديالكم، الناس اللي تستفدوا من هذا الإلغاء. نعم. هي تستفدوا من هذا الإلغاء هما الناس يعني اللي خاضعين لهذه الضرائب والرسوم والاتاوه والمساهمات المستحقه لفائده الجماعات الترابيه، لان ملي كنهضروا على الجماعات الترابيه راه فيها الجهه، فيها الاقاليم والعمالات والجماعات، واللي صادر في شانها امر بالتحصيل الى قبل فاتح يناير 2016. هذه هي المهمه، يعني بمعنى انه من 31 دجنبر 2015 وما قبل هو اللي تشملها هاد القانون، هاد الإعفاء، هاد الإعفاء 17 بمعنى 2016 و2017 غير مشمولة بهاد الإعفاء، غير مشمولة بهاد الإعفاء، ولكن نحطوا المواطن الناس المدينين والملزمين الخاضعين للضريبة باش يجيو يخلصوا حتى 2016 و2017، لأن نذكروا بأن هاد القانون هذا هو قانون استثنائي، استثنائي ما ممكن يتعاود او ممكن ما يتعاودش، يعني باش المواطنين والساده المستمعين الكرام يفهموا بانه راه هذا حاله استثنائيه اللي بدات في 11 يناير 2018 وغادي تسالي في 31 او قبل 2 يناير 2019. بمعنى المده ديال الاعفاء محدده اللي غادي يدي داخل هذه المده سيعفى من هاد الغرامات وغيرها، ولكن على اساس انها مستحقه قبل 31 دجنبير 2015. يعني حتى 31 دجنبير 31 دجنبير 2018 راه داخله، ما عرفتش واش جات يوم عمل او يوم غير الى اخر السنه. المهم طيله السنه من 11 يناير حتى اخر السنه، قبل فاتح يناير 2019. غير اللي نذكر بانه هنايا من السادة المستمعين يبادروا ويستافدوا من هذا الإجراء اللي تبقى استثنائي ومبسط لأنه تلقائي، ما عليه إلا ما يدير لا طلب لا تشي حاجة، لأن المساطر الإلغاءات طبيعية القانونية اللي ستكون هي خص يكون واحد طلب أو واحد الإجراءات اللي تتم واحد المسطرة معينة. هذا الإجراء هذا استثنائي هو تلقائي وكلي ولا يتطلب اي اجراء مسطري اداري ولا اي طلب. يمشي يخلص عند القبضات او الخزينه الاقليميه ويمشي يخلص المسائل ديالو، والاستفاده راه ممكن تكون اكثر من الاصل الضريبه. راه كاينين بعض الحسابات. نعم. لقينا بانه يمكن يستافد حتى 60% من المبلغ الاجمالي ديال باقي استخلاصه اللي هو ملزم، بمعنى انه ماشي غير الاعفاء من الغرامات ومن الاتوات، يمكن يستافد حتى من تخفيض في الهدف اللي فهمت او لا لا اللي يستافد من هذه الالغاءات. نعم. يستافد من الالغاءات مثلا تيتسالو 100,000 درهم، هذيك 100,000 درهم فيها الاصل الضريبي مثلا هي 50,000 درهم. نعم. و 40,000 درهم مثلا. نعم. هذيك الطبقه 60,000 درهم ممكن يستافد منها،
كلها غرامات، كلها غرامات والزيادات يستافد من غادي يخلص غير الاصل ديال الضريبه، غير اصل الضريبه غير هذيك 40%. نعم هذه 40% راه غير مثال، لا غير باش يفهموا المستمعين، لان بعض الاحيان كنقولوا 40% 50% كيجيب الله لانه غادي يستافد تم تخفيض ب 40% في الاصل ديال الضريبه. حنا كنقولوا على انه الان الملزمين باداء الضرائب المحليه اللي كانت مستحقة قبل 31 جنبير 2015 كيستافد من إعفاء من الغرامات من الأتاوات، ولكن عليه أن يؤدي أصل الضريبة، وعنده مدة محددة إلى 31 جنبير 2018 للاستفادة من هذا الإعفاء، وإلا لفت هذا 31 جنبير فما غادي يبقاش داخل في الاستفادة من هذا الإعفاء، وغادي يولي يخلص جميع الغرامات والأتاوات. إذا واش هذا الشيء هو اللي فهمت؟ تبارك الله لك أستاذ نظيفي، يعني الحمد لله وصلنا، استطعنا بعدا واحد من المستمعين وصلوا له بكيفية وببساطة هذه المسألة هذه. نتمنى لجميع المستمعين يكونوا تاهما. إذا الرسالة واضحة، وهي أن على جميع المواطنين اللي كانوا خاضعين لضريبة خاص محلية او اي ضريبه ما عليهم الا يلتجئوا المحلات الاداء، لانهم غادي يستافدوا من تخفيض او من اعفاء من جميع الاتاوات والغرامات والدعائر وغيرها. هذا خاص بالمستمعين، خاص بالمواطنين اللي ملزمين باداء ضرائب، اللي هذه الضرائب اللي كان واجب الاستخلاص ديالها قبل 31 جنبير، كان اكدوا عليها 2015، بمعنى اللي ما هما الان كيستافدوا من اعفاء، ما غادي يخلصوا غير اصل الضريبه، وعندهم مده محدده ما بين 11 يناير 2018 الى 31 جنبير 2018. هنا فصلنا في هذا الموضوع، بقى لنا واحد المجموعه ديال الامور اللي واجب توضيحها، واللي هي الناس مثلا اللي عندهم 2016 2017، وحنا الان في 2018، خصهم يعرفوا على انهم ما كيستافدوش من هذا الاعفاء. اذا دائما هذا الان هذه العمليه، انتم بطبيعه الحال كاداره الاستخلاص الضرائب كخزينه وغيرها من الادارات اللي مسؤوله، واش هيئتوا لها واحد لوجيستيك معين، واحد باش تقدموا تشروحات للمواطنين، وحتى يعني شنو هي الامكانيات اللي وفرتوها؟ نعم تفضل سي محمد. بالنسبه لنا احنا وهنا نذكر يعني نرجعوا يعني من العام الخاص، نعم يعني في المجهودات اللي دارت هنا في جامعه مكناس على هذا المستوى، سواء مشاركه مع الخزينه الاقليميه ولا مع اداره الضرائب، كان عندنا مباشره مور ما جاء القانون درنا اجتماع على مستوى اداره الجماعه وكذلك على مستوى الخزينه الاقليميه، وكان هذا يعني التفكير في طرق التعامل مع هذه الحاله الاستثنائيه اللي جات. هنا بين قوسين اذا سمحتي، انتم كجماعه واش هي حاولتوا تهيئوا المواطنين او لا تبلغوهم عن طريق دي يعني ملصقات او غيرها او دي يعني كيفاش باش تواصلوا مع المواطنين باش تشرحوا لهم هذه العمليه؟ بالنسبه لنا احنا قلت كاين ثلاثه ديال الخطوات الاساسيه في التعامل مع هذا القانون الاستثنائي. نعم. اول خطوه هو مثل هذا البرنامج اللي كنديروه اليوم واللي ما كيعنيش مكانس فقط، كيعني المغاربه كاملين. ثاني شيء هو اننا اتفقنا على ان وهذا الشيء كنديروه يعني درناه بشراكه مع الاخوان ديال الخزينه، درنا اجتماع عندهم واجتماع عندنا. نعم. الاجتماع الاول كان فيه التفكير بصفه عامه، والاجتماع الثاني كان تفكير يعني طريقة الاشتغال. قسمنا مكناس ثلاثة ديال المناطق، عندنا ثلاثة ديال القبضات، كل قبضة والخزينة هي الرابعة، يعني الخزينة إدارة ديالهم مركزية هي الرابعة، وقسمنا أربعة ديال المجموعات، وكل مجموعة فيها ممثلين ديال السلطة، يعني كنقصد القائد ديال المنطقة اللي تما ولا الباشا. نعم. والمساعدين المقدمين إلى غير ذلك كيساهموا معنا في التحسيس. فيه جوج ديال الموظفين ديال الجامعة، وفيه جوج الموظفين ديال الخزينة في ديك المنطقة المعنية يعني حسب التقسيم، حسب التقسيم الإداري ولكن هناك بعض الأمور المكلفة بها هي الخزينة الإقليمية، كذلك هناك فريق كيشتغل مع القبضات وكذلك كيشتغل بشكل مستقل
نعم. هو بدا العمل ديالو بدايه من الاسبوع يعني الماضي، والنتائج ديالو الا كان ممكن شي لقاءات قادمه نعطيهم ان شاء الله. ثاني خطوه هو ان بشراكه مع غرفه التجاره والصناعه والخدمات، واننا يعني هاد الرسوم واحد العدد الرسوم معنيين بهم المهنيين اساسا، نعم، غنديروا لقاءات مشتركه، وحنا بدينا الخطوات الاوليه في هذا الاتجاه، نديروا لقاءات اوليه باش نحسوا التجار والمهنيين والسكان بصفه عامه، على الاقل نديروا واحد ثلاثه ديال اللقاءات لي يعني لان المد على باش ما نخليوش يعني باش هاد الجدوى ديال هاد الشيء ما غيف ماشي دغيا نطفيوها، ما تطفاش ما تطفاو يعني غن دابا البدايه تستمر تستمر على الاقل كل شهرين غندير واحد العمل يعني يكون موسع فيه بمنطق تشاركي اللي كنذكروا به هذا كنذكروا فيه نعم. ونوفروا له التغطيه الاعلاميه اللازمه. ثالث حاجه نقطه هي ان الجانب الاعلامي والجانب ديال عندنا لي بانو بيبليسيتير، ودابا دخلنا في يعني في تفاوض لوحات اشاريه لوحات خصوصا لي بانو الكبار 3 سير 4، نعم. حنا غنديروا وجدنا يعني وجدنا المضمون اللي غنديروه بشراكه مع الاخوان ديال الخزينه نعم. المضمون، وكذلك غنوجدوا واحد 60 لافته يعني صغيره اللي غتشعم يعني كاع الاحياء ديال مكناس، نعم. ولا اقتضى الحال اننا نزيدوا شي حاجه اخرى غنزيدوها، نعم. وقبل من هذا درنا بان يعني في اطار عمليه ديال الاحصاء درنا واحد جوج لقاءات كذلك مع الاخوان ديال اداره الضرائب المديريه الاقليميه للضرائب، كذا درنا لقاء عندهم ولقاء عندنا يعني بالاطر ديال الجامعه مع السيد الرئيس ومع السي سعد، حنا من رئيس القسم متبعين هذه العمليه في عمليه الاحصاء، وتوفير جميع الوسائل الضروريه حنا كجامعه باش نسهلوا العمل ديالهم. الخلاصه هو ان يعني إذا كان التواصل بيننا احنا ثلاثة ديال القطاعات تواصل يعني مستمر مستمر وهو كاين وفعال وهو كاين وكاين الحمد لله، كلها هذه العملية راه تأتي الأكل ديالها إن شاء الله، وهذا اللقاء ديال اليوم راه خير دليل على ذلك. نعم بطبيعة الحال غادي نرجع لكم غير باش نعود نرسل الرسالة اللي خصها توصل لجميع المواطنين والمستمعين قبل ما نعطيكم آخر كلمة. الآن الدولة وفرت واحد دارت واحد القانون، هذا القانون خاص بالإعفاء ديال المواطنين من جميع الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر تحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. المعنى أننا عندنا واحد السنه اللي هي طيله سنه 2018 اللي كتسالوا شي ضريبه قبل من 2015، يعني حتى الحدود 31 دو جنبير 2015 ما عليه الا يتجه اما الخزينه واما لدار الضريبه باش يعرف واش هو مستفد من هذا الاعفاء ديال الدعائر وغيرها. وهنا راه كيمكن ان الاصل دي غير الاصل ديال الضريبة، هي الأصل الملزم بالأداء دياله ومعفي من جميع الرسوم الأخرى. هذه رسالة لجميع المواطنين. الآن المرحلة اللي عندنا بقالنا إلى حدود 31 دو جنبير 2018، بمعنى طيلة هذه السنة يمكننا ندبروا هذه الأمور ديالنا ونتواصلوا مع إدارة الضرائب ومع الخزينة باش يمكن نشوفوا كيفاش قاعد نستفدوا، شنو المبلغ اللي غادي نأديه واللي هو أصل الدين أو أصل الجباية أو أصل الضريبة أو أصل الرسم. إذن الرسالة واضحة. آخر كلمة سي الفطوكي. نعم يعني آخر كلمة غير واحد توضيح قبل ما نختتم بالشكر ديال القناة ديالكم الكريمة. آخر كلمة هي واحد توضيح أنه راه ممكن يجي مثلا ملزم ويخلص غير جزء من الضريبة الخاضعة لهذا القانون، هذا ممكن يخلص غير جزء ويقول لك راني مثلا يقول مثلا راه غادي نستافد، ما غاديش يستافد الا ما خلصها كامله مثلا، نعم. واحد السنه معينه مثلا 2015 و2014 خصو يساليها كامله عاد ممكن عادي ممكن يستافد من هذا الضريبه، نعم. الا خلص من هذا الاعفاء الا مثلا ادى غير جزئيا راه ما غاديش يستافد منها، ودخل عليه دخل العام ديال 2019 ما غاديش يستافد من هذا الاعفاء الاستثنائي. اللي نضيف هو انه يعني الخزينه العامه المملكه قامت بواحد المجموعه من الحملات التحسيسيه واعطت التعليمات ديالها لجميع الخزانه الجهويين، وتوصلنا من الخزينه الجهويه بفاس
واحد المجموعه من التعليميات على اساس نقوموا بواحد العملات حملات تحسيسيه لدى جميع الجامعات التابعه مثلا لمكناس. وحنا بدينا بجامعه مكناس نظرا لي يعني كاين واحد الثقل ضريبي كبير وتهم ساكنه كبيره، وحنا هذه العمليه راه غادي نقوموا بها حتى مع الجامعات اللي تابعه لمدينه مكناس. ويعني نتمنوا من الساده نعم. نتمنى من المستمعين الكرام اللي اننا نكونوا فدناهم وفهموا يعني مضمون هذا القانون 1782 وحتى القانون ديال القانون الماليه الماده 10 بالنسبه لضرائب الدوله، واللي فهم هذه المسائل هذه نتمنى ونطلبوا منه ورغبوه يوصل ويحسس حتى الناس الاخرين اللي ما توفرتش لهم يعني الظروف باش يستمعوا لهذا. واخيرا تنشكروا الطاقم ديال راديو مدينة اللي تاح لنا هذه الفرصه باش نتواصلوا مع المستمعين الكرام. شكرا موصول كذلك ومتبادل معك استاذ رشيد الفطبكي، انت كرئيس او نعم رئيس مصلحه المداخيل بالخزينه الاقليميه بمكناس. سي سعد اخر كلمه. انا بدوري كان جدد النداء لجميع الملزمين يعني المغاربه وساكنه مكناس بصفه خاصه يعني باش يبادروا ويخلصوا جميع الرسوم اللي الاصليه بيان سير اصل الرسوم باش يستافدوا من هاد الاعفاءات بصفه كليه. اولا باش يخفوا يعني الديون اللي كتسام، لان رغم بعد يعني الى انتهت هذه السنه فهذيك الزيادات او الضعائر غتبقى مستمره، يعني غتضاف ليها ضعائر اخرى ومبالغ اخرى، وغادي يصعب اثناء ذلك يعني على واحد الملزم اللي عنده واحد السنوات كثيره باش يمكن يدارك هذه من جهه. ومن طبيعه الحال لان هاد الرسوم او هاد الضرائب فمن طبيعه الحال راه كتستافد منها يعني المدينه وساكنه المدينه بصفه عامه، يعني من بصفه من ناحيه مكناس راه الحمد لله يعني الاشغال يعني فسميتو في طور سميتو. اذا فلا بد من طبيعه الحال من واحد المداخيل اللي غادي يمكن باش تمول بها الجامعه يعني جميع الاشغال ديالها وجميع والمشاريع اللي نعم. والمشاريع اللي كتزمع باش توفرها للساكنه. ومن طبيعه الحال في اطار البرنامج التنموي ديال جامعه مكناس اللي هو مستمر وهذا. واخيرا كنشكركم وكنشكروا الاذاعه ديال مدينة اف ام طبيعه الحال على اللي عطاتنا هذه الفرصه باش نتواصلوا كي قلت في البدايه ونوضحوا لجميع المواطنين المغاربه بصفه عامه وساكنه مكناس يعني بصفه خاصه يعني المضمون ديال هذا القانون 82/17، وكيف قلت بان هذا الوقت يعني غير كافي يعني باش نشرحوا يعني جميع المضامين وجميع المصادر. طبيعه الحال كيتطلب ان شاء الله فالابواب ديالنا مفتوحه لجميع اي شخص واي سواء كان ملزم او غير ملزم وبغير، فالابواب ديالنا مفتوحه الحمد لله للتواصل. نعم التواصل. شكرا سي سعد. رئيس قسم الموارد الماليه بجامعه مكناس. اخر كلمه سي محمد الميلودي. انا بدوري كنشكر الاخوان والاطر ديال الجامعه على المجهودات اللي كيقوموا بها يعني في تحصيل الضرائب، وكذلك كنشكر الاخوان ديال الخزينه واللي كيديروا مجهودات استثنائيه يعني وكنطلب سواء من الفريقين انه المزيد من التعاون ان شاء الله. هذا بالنسبه لهم، ولكن بالنسبه للمواطن وخصوصا مكانسا كنقول بان احنا الابواب ديالنا مفتوحه للتعاون للسؤال، ولكن الخلاصه هو ان البرنامج ديالنا برنامج عمل مكناس هو برنامج طموح ما يمكن له يتنفذ الا بالمساهمات ديالهم وبالتعاون ديالهم، واللي غنحرصوا عليه هو ان تكون العداله يعني الضريبيه، غيكون التواصل الابواب ديالنا مفتوحه فافق ان نشوفوا هذه المدينه ان شاء الله كما كيبغيوها وكيأملوها جميع المكانسه. وشكرا لكم على هذا. شكرا لك استاذ رشيد الفطوكي رئيس مصلحه المداخيل بالخزينه الاقليميه بمكناس، استاذ وشعيب سعد رئيس قسم الموارد الماليه بجامعه مكناس، وسيدي محمد الميدودي نائب الثالث لرئيس جامعه المكلف بالموارد المالية. مستمعينا حلقتنا شرفت على نهايتها. طبيعة الحال كان الموضوع هو الإعفاءات اللي جات طبقا للقانون 1782 واللي
عنده مازال عنده شي استفسار مع الا يلتجئ للخزينه او القبضات او المقرات الجماعه باش يمكن له يتعرف على هاد الاعفاءات واش هو مستفيد او غير مستفيد. والمستفيدين ما عليهم الا يؤديوا ما هم ملزمين به فقط معفى من كل الضرائر. سمعينا حلقتنا انتهت. هذا محمد امين نظيفي يودعكم. شكرا خاص لشكير تاجي مستقبل المكالمات، حمزه غصال وفيصل الناصري في اخراج الحلقه. الى اللقاء.